طلاب الثانوية العامة هيتقدموا السنة دي إن شاء الله لامتحان الثانوية العامة، ونتمنى لهم دايما التفوق والنجاح وخاصة في مادة الرياضيات. معاكم علي محروس مدرس رياضيات بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات. الرياضة عندنا أربع ورقات امتحانية، كل مادة اتنين منهم للمادة الرياضيات البحتة واتنين منهم للرياضيات التطبيقية، التفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية والتطبيقية الاستاتيكا والديناميكا. كل ناخد بالنا بقى ان نظام البوكليت الامتحان بتاعنا هيبقى عبارة عن 18 فقرة في الامتحانات بتاعتنا، منهم 8 اسئلة موضوع مقالية و10 اسئلة موضوعية من اختيار متعدد، يعني هيجي لي 10 فقرات في اختار من الاجابات الاتية، 4 اجابات هنعلم على الاجابة الصح، هنظلل عليها ونظلل عليها بالقلم الجاف. اما الاسئلة المقالية 8 فقرات هيبقى فيهم 2 منهم نظام اختياري، بمعنى ان هيجي في السؤال فيه فقرتين والمطلوب اجابة واحدة على الاجابتين على مسألة منهم. المفروض ان انت بتختار، بتفكر الاول تقرأ في السؤال كويس وتبدأ تحلل المسألة كويس وتختار مين اللي هتحله. طيب فلنفرض ان ربنا وفقني كده وخلص الامتحان وعايز احل التاني، يبقى لازم اشير في ورقة الاجابة اقول ان الاجابة الفقرة به في صفحة رقم كذا. برضو ان احنا ممكن نتعرض لحاجة ان في سؤال اختياري انا حليت السؤال، ما ينفعش نعلم على فقرتين في نفس السؤال وإلا كده يبقى ضاعت الدرجة كاملة. فنفروض ان احنا نقرأ السؤال صح ونختار الاختيار الصحيح ونظلل عليه بالقلم الجاف. فلنفرض ان انا رجعت ولقيت في فقرة لقيت نفسي غلطت فيها، فانا قدامي كده طريق تاني ان انا اروح رايح لاخر الورقة خالص وكاتب السؤال الجديد اللي انا اتلخبطت فيه وابدا اكتبه تاني واكتب الاختيار الصحيح لينا. المفروض ان نصيحتي ليكم وانت بتحل الرياضه، الرياضه ماده جميله وسهله بس انت لو تسرعت فيها فانت كده هتختار اختيار خاطئ. فاحنا بهدوء وبنقرا المساله كويس جدا وبعدين نحدد الاجابه بعد ان احنا نتاكد منها، نحدد من الاجابه انهي صح وبعدين نعلم على الاجابه الصحيحه. طيب فلنفرض ان في سؤال انا ما عرفتوش، سؤال انا متلخبط فيه، طب حل المشكله دي ايه؟ اعرف على طول ان انت ما استفدتش من المعطيات بتاعت المساله بشكل كامل. لازم احلل المعطيات صح ولازم اعرف ازاي استفاد من المعطي ده واستخدمه في المطلوب، يعني اوجهه الى المطلوب. فالمطلوب عندي هيبقى معتمد على هذه المعطيات. السؤال اللي انت ما عرفتش تحله اعرف ان انت ما استفدتش استفاده كامله من المعطيات كامله في المساله. طيب احنا هيقابلنا في الثلاث فروع التفاضل وفي الاستاتيكا وفي الديناميكا نفس النظام، 18 سؤال زي ما انا قلت قبل كده، منهم 8 مقالي و10 اختياري باختيار متعدد. بخلاف الهندسه الجبر والهندسه الفراغيه هيقابلنا 19 سؤال، هيقابلنا بقى في الحاله دي 19 سؤال في الجبر والهندسه الفراغيه. طيب انا ما يجي لي اي سؤال سواء ده او ده او ده، انا عشان خطوات الحل ايه، اعمل ايه عشان اوصل للاجابه الصحيحه؟ زي ما اتفقنا مع بعض هنقرا المساله كويس ونحلل المعطيات بتاعت المساله وبعدين نشوف نوجه كل المعطيات دي عشان نوصلها الى الهدف الاساسي اللي هو حل المساله. الرياضه محتاجه ان انا ارتب افكاري، ارتب افكاري صح بترتيب منطقي عشان احل السؤال، ابدا من المطلوب، المطلوب هو انا عايز ايه، وبعدين ابدا افكر في الاتجاه العكسي، طب عشان اوصل للاجابه دي هوصل ازاي، واحد اتنين تلاته لغايه ما احدد انا عايز ايه. كل الاسئله في الرياضه بشكل عام اسئله من المنهج، اسئله من المنهج. نصيحتي ان انت هتبدا تحل اسئله كتاب المدرسه بشكل كامل بما فيهم الاسئله بتاعه الامتحانات الاخيره، الاسئله بتاعه الامثله المحلوله والمسائل بتاعه التمرين، وتضيف عليهم بقى مجموعه التطبيقات الخاصه بالبوكليت اللي نزلت من الوزاره، الاربعه اللي نزلت من الوزاره بالاضافه الى دليل التقويم. دي كلها دي الامتحان هيخرج، مش هيخرج من الافكار دي بشكل عام. كل الاسئله هتبقى اسئله من المنهج بتاعنا، بس رجاء قبل ما تحل اي سؤال ما تتسرعش، لان ربما في الاختيارات الاربع اختيارات اللي هم عاطينا دول بيبقى عاطيني اختيارات اسئله ممكن لو انا اتجهت بتفكيري لاتجاه معين الاقي الاجابه بتاعتي اجابه خاطئه، فلازم اقدر افكر صح واقدر احلل المساله صح واقدر اعرف الهدف ايه من السؤال. الفروع بتاعت الرياضه كلها كل فرع عليه 30 درجه،
سهل جدا ان شاء الله بالتركيز ان احنا نحصل على الدرجة النهائية في الرياضة.